عقب الأحداث التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 1952 بمقتل المناضل التونسي فرحات حشاد، أقدمت سلطات الحماية على اعتقال الفقيه المختار السوسي، فألمت أزمة شديدة بطلبته، خاصة هؤلاء الذين آواهم في بيته وعاشوا في كنفه، فتوجه بعضهم إلى الرباط للانخراط في سلك التعليم العمومي، في حين فضل آخرون ومنهم أستاذنا حسن أمين الهلالي العمل بمدارس ومعاهد الدار البيضاء. لما ألقي القبض على أستاذنا وشيخنا سيدي محمد المختار السوسي وما بقى عندنا متوفر لنا لا سكن ولا ماكلة، اضطرينا باش نبدأ نبحثوا على شي وسيلة للعيش. ما وجدنا ديك الوقيته الا بعض المدارس الحره اللي على قياسنا واللي لقينا فيها حتى حنا نقضيو به الغرض. التحقت ببعض المدارس الحره، منها مدرسه التهذيب اللي كان كيسيرها الفقيه الاستاذ الوطني سيدي محمد الحاج محمد العسابي الله يرحمه، وكانت موجوده في درب القاهره زنقه القاهره في درب الشرفه، قضيت معاه فيها شي عامين. وثم التحقت بالتعليم الحكومي بعد إجراء امتحان، والتحقت ببعض المدارس الحكومية منها واحد المدرسة ابتدائية في الغابة ديال درب الكبير اللي راها ولات دابا إعدادية ديال محمد الشيخ، ثم منها إلى مدرسة المعلمين بالرباط، ومن مدرسة المعلمين بالرباط إلى مدرسة ابن معتز اللي راها موجودة في بوشنتوف إلى الآن، وكان يديرها السي محمد الزروق رحمه الله. من هناك اقتضت الظروف انني نمشي لمولاي عبد الله، ثانوية مولاي عبد الله، ومشيت لها في 23 نوفمبر 63 كمنتدب للتعليم الثانوي. قضيت فيها واحد سنتين 63 64 اكتوبر 65 تعطى لي حق التفرغ لجمع لرابطة العلماء المغرب التي كان يسيرها العلامة سيدي عبد الله قنون الحسني رحمه الله، والتحقت بمركزها وكنت أعمل فيها. ومن هناك التحقت بالمعهد الإسلامي، لأن هذا المعهد الإسلامي الناس غير كيسمعوا الكلام ما عرفوش كيوقع فيه. المعهد الإسلامي كان سبب إيجاده، أولا كان الفرع ديال رابطة العلماء في الدار البغي هم اللي قدموا الطلب باش يكون على يديهم، ولكن ما تيسرش حتى جاء الاستقلال. لما جاء الاستقلال بقات هذيك الفكرة عالقة، اتصلوا بالحاج أحمد برقاش الله يرحمه وأعطاهم هذاك المحل اللي موجود في القريعة فوق الجامع ديال الحاج علي الهواري، وهناك تأسس أول نشأة ديال المعهد الإسلامي. والسبب فيها أن جماعة من العلماء منهم الحاج محمد المذكوري الله يرحمه، منهم الفقيه الشاتي الله يرحمه، منهم الفقيه السرغيني الله يرحمه، منهم بعض المحسنين اللي كانوا كيتعاونوا معاهم، لاحظوا أن واحد العدد ديال الشباب حافظين القرآن المخير فيهم كيسرح الغنم ولا البقر لباه إلا عنده المغنم، والباقي غير دايعين ما كانوا قال ما يديروا، قالوا نديروا لهم شي حاجة لتنقدهم، فأنشأوا هذاك المعهد وبداوا كيجيبوا الطلبة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. وهذوك الطلبة ديال المعهد الأفواج الأولى منهم اليوم راها في مراكز عليا في الدولة. أستاذنا وشيخنا سيدي حسن أمين الهلالي التقيت به كطالبين مبتدئين خلال السنة الدراسية 71-72 للميلاد، وهي السنة التي ابتدأ فيها المعدين اللي تكون الخطبة والوعاظ
دراساته بمدينة الدار البيضاء، فكان من الأساتذة الذين ساهموا في تلك المراحل في تدريس بهذا المعهد. وقد عشت معه كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الطلبة لمدة 3 سنوات، وهذه المدة أثمرت صداقة وعلاقة وعلاقة مشيخة وعلاقة تتلمذ لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، بحيث أن سيدي حسن أمين أعتبره ليس فقط شيخا وأستاذا، بل هو كأب روحي أجد فيه الكثير من النصائح والتوجيهات في عدد من القضايا وفي كثير من الأمور. ماذا أقول في حق هذا الرجل؟ هذا الرجل عشنا معه أجمل أوقات أعمارنا، عرفناه أستاذا مربيا، وعرفناه أبا روحيا، وعرفناه عالم من علماء المملكة المغربية، وعرفناه وطنيا غيورا. أول سنة سألتقي به بالمعهد الإسلامي بالقريعة، هناك أستاذا ومربيا وموجها، أتينا من البادية لطلب العلم فوجدنا فيه نعم الأب الحنون، نعم المربي الذي يخاف على أبنائه وعلى فلذات أكباده، وجدنا فيه نعم الموجه الذي يوجهنا ونحن في هذه المدينة الكبيرة العامرة من بعد توجهنا من البادية. على يده تعلمنا أصول العلوم الأولى التي لازلنا نملك الكثير منها اليوم، على يده درسنا النحو، وعلى يده درسنا الفقه سواء في الرسالة أو في العاصمية، وعلى يده درسنا الإرث، وعلى يده درسنا علوم الحديث، وعلى يده درسنا علوم الحياة. سنوات 74 وسنوات 1975 1976 إلى حدود 78 ونحن نستمتع به، ونحن نستفيد من علمه، ونحن نستفيد من توجيهاته، ونحن نستفيد من عمله الجبار. وأنا دخلنا دابا في حركة الاستقلال راه على اختيما قاطعتش معايا مع الشيخ سيدي محمد المختار السوسي، ملي قلت لكم راه مشى للسجن وكذا، راه لما جا الاستقلال وقبل من الاستقلال وحنا كنتصلوا به، لأن كان عنده السكن ديالو رحمه الله في واحد الدار تقع خلف الصيدلية الوطنية اللي كاينة في شارع الجيش شارع الفيدا. لما جا الاستقلال عينا وزير للأوقاف، عينه محمد الخامس رحمه الله وزير للأوقاف، كنا كنمشيو عنده ونزوروه ونتبركوا به حتى إلى نهار قدر الله القدر ديال الحادثة اللي وقعت ليه، أنه مشى مع فيام مولاي الحسن كان وزير التاج، ومشى معاه يودعوا في مراكش، وجا راجع وقعت ليه شي حادثة في طريق مراكش، طريق مراكش جاي للدار البيضاء لعلها في المدخل ديال الزطات، ومن ثم بدا كيعالج حتى ينهار انتهى الاجال وتوفي رحمه الله عن سن 63 سنه عام 63 من القرن الماضي رحمه الله. وقد حضرنا جنازته رحمه الله وغفر له وأتابه عن أعماله الصالحة التي قام بها للمسلمين، ونحن منهم، حيث أنا أستطيع أن أقول أنه ولي نعمتي بعد الله وبعد والدي رحمه الله وجزاه عنا بالخير. هذا الشخص ضحى بجهده وجهاده، ضحى بنفسه ونفيسه، بغاله ورخيصه، ضحى بشعوره وشعاره، ضحى بوقته من أجل بث العلوم التي يحملها لجيل من الشباب، سواء كأستاذ أو في الرابطة، لأن أستاذ الشيخ الكبير هو بحر لا ساحل له في العلوم الشرعية، خاصة في الفقه وفي أصول الفقه وفي اللغة. اشتغال عالمنا الجليل حسن أمين بفرع رابطة علماء المغرب
مع حرصه المتواصل على التواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع البيضاوي، لم يتنه عن مواصلة طلب العلم النافع، مما بوأه مكانة علمية واجتماعية كبيرة أهلته منذ 1981 لعضوية المجالس العلمية المتعاقبة على الدار البيضاء، ثم لرئاسة المجلس العلمي المحلي لعين الشق بنفس المدينة. بقية مسألة أريد أن أشير إليها ليعرف شبابنا كيف نقطع المراحل، وهي مسألة الدراسة. عام 66، السنة الدراسية 66 67 حتى 68، انتهزت واحد الفرصة، التحقت بكلية الشريعة فاس. كيفاش نقرا فاس وانا في الدار البيضاء؟ كنت كناخذ القطار للبضائع اللي كيخرج من محطة القطار في الساعة 8 ليلا، ويبقى تيدردف حتى ما يصل لفاس الا في الساعة 6 صباحا في دار المهراز. لما كيحطنا تما كنمشي لكلية الشريعة وناخذ عند الطلبة ما كتبوه قبلي ونبات السهر عليه ونقل، وكانت العمادة كتعاوننا بتكثيف الدروس يوم السبت ويوم الأحد. كنحضر دروس السبت كلها ونص نهار ديال الحد، ونجي في الوحدة ديال النهار ديال الحد في القطار ثاني باش نروح في الدار البيضاء ونصبح للثانوية ديال مولاي عبد الله. وبهذه الطريقة استطعت خلال 3 سنوات نحصل على الإجازة العليا من كلية الشريعة بفاس عام 69 من القرن الماضي. أجريت امتحان الدخول لدار الحديد الحسنية والتحقت بها في السنة الدراسية 70 71 71 72، ومنها حصلت على ما يسمى بدبلوم الماجستير. في هذيك الوقيته كيفاش كنت كندير؟ كنمشي في الليل من هنايا ونصبح في الرباط ونقضي الدروس ديال دار الحسنية النهار كامل ديال السبت، وكانوا مركزين ثاني حتى هما في الدروس كلها. وهذيك الوقيته كانوا فيها المشايخ الكبار، كان فيها الفقيه الرحالي في مراكش الله يرحمه، كان فيها مولاي عباس البراني الله يرحمه، كان فيها سيدي عبد الرحمن الغريسي الله يرحمه، كان فيها سي علال الفاسي الله يرحمه، كان فيها سي عبد العزيز بن دريس الله يرحمه سي عبد العزيز بن عبد الله الرباطي، سي عبد العزيز بن عبد الله الله يرحمه، كان فيها الاستاذ سي السقلي سي حماد لي الله توفى غير واحد 3 شهور الله يرحمه، كان فيها السي عبد الله القرسيفي الله يرحمه، هادو هما كان فيها الشيخ المكي الناصري الله يرحمه، هادو هما الاساتذه ديالنا في هذيك الوقيته. وقضيت فيها عامين وخرجت منها عام 72. وهاد المرحله ديال دار الحاج الحسنيه اكون قد انهيت المرحله ديال الدراسه ديالي. اذا فهو استاذ مربي، وهو استاذ عالم، لأنه مرجع في الخطابة وفي الوعظ، وله كتاب في هذا الفن، فن الخطابة، وهو مرجع لكثير من خطباء مدينة الدار البيضاء وخارج مدينة الدار البيضاء. فهو سيدي حسن أمين عندما كان أستاذاً انتقل أيضاً من المعهد في القريعة إلى أستاذ أيضا في المعهد العالي لتكوين الأطر ببنسيك سبتة، وكان أستاذا هناك. ومن تواضعه سيد حسن أمين أنا كنت تلميذا له، ولكن عندما صرت مسيرا ومشرفا على المعهد كان يناديني بمديري
وهو الآن ما زلت عندما أزوره وأتفقد أحواله يقول له ويخاطبني بمديري، فهو إنسان متواضع وإنسان إنساني. سيدي حسن أمين رجل عظيم نحبه ونقدره ونجله، بعد ذلك سنعرفه في المجلس العلمي، ونعرف فيه كذلك تلك الأبوة الحانية، تلك الأبوة الروحية، نعرف فيه وجه آخر، نعرف فيه تلك الصرامة اللطيفة إن صح التعبير. فهو رجل صارم ولكنه يتمتع بذلك اللطف الغريب الذي قلما يتمتع به إلا الرجال الأصفياء الأتقياء الذين حباهم الله تعالى بهذه الميزة، أن يكون قويا في الحق ولكن لطيفا في الوقت آنه، أن يكون شديدا على طلبته ولكن رؤوفا عطوفا حنونا بهم، يود لهم الخير ويود لهم الرحمة ويود لهم أن يكونوا رجال المستقبل الذين يتحملون مسؤولياتهم على الوجه الأكمل. فأشير إلى أنني قد عينت في أول مجلس علمي عين بالدار البيضاء، وما كان فيها مجلس واحد، وكان يرأسه العلامة الكبير والوطني الشهير والقاضي الكبير سيدي محمد بن عبد الله العلوي المضغري، كان قاضي شرعي ديال الدار البيضاء كلها، وكان رئيس مجلس العلمي، وتعينت معاه عضو وكنت كاتبا في مجلسه. وكان هذا المجلس مازال ما عنده مقر ديك الوقيته، كان مستقر في واحد المحل ديال رابطه العلماء، راه واحد القصر الملكي، وراه دابا لما جات الرابطه الاخرى سلم لها. بقيت مع سيدي محمد بن عبد الله الى ان توفي رحمه الله، ثم عين بعده مولاي عبد الله العلوي الصوصي، وبقيت معه ايضا مده حياته الا بعض الايام. ثم عين سي بن شقرون وكنت معه عضوا، حتى تعددت المجالس ديال الدار البيضاء، ولات لكل عماله مجلسها، فعينت رئيسا للمجلس العلمي مولاي رشيد، وقضيت فيه شي مده حوالي 3 سنوات او كذا، ثم عينت مؤخرا رئيسا للمجلس العلمي بعين الشغل الذي انا فيه ومنه اخاطبكم اليوم. وهذه المرحله كلها مرحله فيها اعمال وفيها كذا 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 كذا، نسال الله تعالى ان يقبل ما هو صالح وان يتجاوز عنا في الاخطاء ان اخطانا في شيء. قد زار مدينة ورزازات عدة مرات في إطار الأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها المجلس العلمي المحلي لورزازات، وتعرفت من خلال ما قدمه من محاضرات ودروس دينية بمساجد المدينة، تعرفت والحمد لله على أخلاقه الطيبة ومكانته العلمية، فاكتشفت أنه من خيرة علماء هذا البلد المغرب ولله الحمد، فهو يتصف بصفات حميدة لا أبالغ في الإشارة إليها. من هذه الصفات جديته وصدقه وأمانته ووطنيته وغيرته على الثوابت الدينية والاختيارات الوطنية التي أجمعت عليها الأمة المغربية. وهنا كيظهر لي لا بأس أن أشير لواحد القضية كتتعلق بهذا المجلس العلمي ديال عين الشوق، وهي واحد الخزانة موجودة فيه، وبلا مبالغة وأتمنى أن تزار وتصور ليرى الناس ما فيها. راها خزانة كبيرة، وعندي هنايا إحصائيات لا بأس
إلى قلت عدد الكتب والمراجع اللي فيها 42 ألف عنوان ماشي كتاب. وإلا قلت عنوان، لماذا أقول عنوان؟ لأن كاين العنوان اللي فيه 40 مجلد، مثلا فتاوى الإمام بن تيمية هي مكتوبة بعنوان واحد ولكن راه فيها 42 مجلد. فهذا النوع من الكتب راه موجود في هذا الخزانة، وفيها 14000 من 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 النوع ديال اللي هو يمكن يتسمى مصادر. ثم فيها واحد العدد اللي صبح الان كيتسمى من المخطوط، لانه بداك الحكم بدا مطبوع بديك المطبعه الحجريه، بديك المطبعه الحجريه اللي هي كتعرف المطبعه الفاسيه. وراه هذا الشيء كله راه كيستافدوا منه شباب الكليات ديال الدار البيضاء، كيجيو ليه كينخرطوا فيه، وهو مخصص بالخصوص للطلبه ديال التلاميذ ديال الكليات الجامعيه اللي اصحاب الاجازه والدكتوراه وجاب لهم الدراسات العليا. كل ما اللي خصو شي مرجع راه كيجي ليها وكيستافد منها. وكان السبب في ايجادها هو الرئيس السابق للمجلس العلمي للدار البيضاء سي محمد بن عبد الله رحمه الله، وراها مسميه بسميته، راه تسمى خزانات محمد بن عبد الله العلوي، وراها موجوده في زنقة بغداد في الجامع اللي مقابل الدار التوزاني، راها فوق سطحه موجوده هناك، ومن زارها سيجدها قائمه ان شاء الله. تبت الله العمل لمؤسسها وللمساهمين فيها ولمن حبسوها. سيدي حسن امين كذلك يمثل ذلك الرجل العاقل المتزن الذي يحتاج اليه الطلبه، لان كما تقدم الطالب لا يحتاج الى العلم فقط، وانما يحتاج الى ما وراء العلم والى ما فوق العلم، وهذا هو ما كان يدخل في التربيه. ولا نقصد بالتربيه المتخصصه يعني شيوخ السلوك يعني بالطريقه المعنيه المعروفه، وانما ذلك الاستاذ الذي يوجهك والذي يسددك والذي يضع في طريقك معالم تستطيع أن تستضيء بها لتصل إلى شاطئ النجاة. فبتوجيهاته وبحكمته وبعقله ورزانته وحبه ولطفه وتواضعه استطاع هذا الأستاذ الكريم أن يكون وأن يمد يد التربية ويد الدراسة إلى عدد كبير من طلبة العلم في هذه المدينة، مدينة الدار البيضاء. وأنا من هؤلاء الطلبة، سائل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وأن ينفع به إلى ما شاء الله. في الأخير ما نبغيش نغفل واحد القضية، ونبغي نذكر وبالخصوص شبابنا، لأن شبابنا هما رجال المستقبل، خصهم يعرفوا تاريخ بلادهم، يعرفوا بأن هذه البلاد ديالهم من عليها الله تعالى بواحد الشيء خاص، وهو أنه من نهار دخل لها الإسلام دخل لها مقرونا بدخول القرآن الكريم. والمغاربة من نهار عرفوا الله عن طريق الناس اللي جابوا لهم الإسلام وعرفوا رسول الله، أحبوا الله وأحبوا رسوله وأحبوا كتابه القرآن الكريم، وصبحوا كينفقوا أموالهم في هاد الأمور، وصبحوا كيديروا مؤسسات، هالمسجد، هالمدرسة العلمية، هالمسجد، هالتموين ديال يعلم لهم أولادهم ويصلي بهم ويقريهم، وصبحوا إلى كاين عندهم الفرح القرآن الكريم، إلى كاين عندهم الحزن القرآن الكريم، إلى عندهم حتى الحرب القرآن الكريم. ولا تستغربوا إلا قلت لكم هذا الشيء، راكم جوج حوايج دركتوهم ولا ثلاثة. المغاربة إلى مات لهم ميت لابد من حملة القرآن أن يحضروا، المغاربة إلى عندهم عرس لابد من حملة القرآن أن يحضروا، وكيختموا السلكة ويدعيوا للميت أو يدعيوا لأهل الفرح. بل ملوك المغرب
هما أول من قام بتعظيم القرآن الكريم وما زالوا يعظمونه إلى الآن وترون صور ذلك. مولاي الحسن رحمه الله نهار بيدير المسيرة الخضراء دا الناس بلا سلاح، ولكن قال لهم هزوا المصحف في يديكم، واللي فيكم حضر المسيرة راه حضر ليها، واللي ما حضر ليها راه شافها في الصورة وشاف اش حاملين هذوك بني المسيرة، كانوا حاملين القرآن الكريم ودخلوا وجاب الله الفتح، وصلنا الرحيم مع إخواننا واسترجعنا بلادنا، وسمي مولاي الحسن الملك المحرر البلاد بحدودها. من جملة ما يمكن نقوله المغرب بالقرآن وحملة القرآن ما ترونه وتشاهدونه في عهد الملك الشاب سيدي محمد السادس نصره الله وأيده وأدام مركه، ماشي غير وحده ولا جوج، وحنا المغاربة رحنا لقينا بركة هذا التعظيم ديال القرآن اللي كيديروه ملوكنا وكيديروا شعبنا وكيديروه أغنياء أنا وفقراء الناس تكلم القرآن، راه الله تعالى كرمنا به. وإلا بغاو الناس تنبيه يشوفوا هذا الشيء اللي كرم علينا به الله تعالى احنا في هذه المدة الأخيرة، العالم كله هانتوما كتشوفوا اش قايم فيه، الاضطرابات والاغتيالات وعدم الاستقرار وكذا كذا، والمغرب بحمد الله وبفضله آمين مطمئن مستقر رخاء، الخيرات موجودة على كل الشوارع، الفضل متاع الله تعالى كاين. نطلب الله تعالى أن يزيدنا من نعمه وأن يقوينا على شكره وأن يديم معه وأن يمدنا بالأمن والأمان والاستقرار والماء النافع لهذا البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بلد أمن وأمان واطمئنان إلى يوم الدين، آمين. والحمد لله رب العالمين. أفنى عالمنا الجليل حسن أمين ولا يزال حياته في خدمة العلم الشريف ونشر الثقافة الإسلامية الأصيلة، تخرج على يده جيل صالح من أبناء هذا الوطن الحبيب هم اليوم في أعلى المراتب والمناصب. العلامة حسن أمين الهلالي ذاكرة شفوية نادرة مع العلم والعلماء، يرجى تدوينها حتى تستفيد منها الأجيال اللاحقة.